تفاصيل مفزعة حول وفاة وزير الصحة أحمد عماد الدين ضحية الخطأ الطبي. تناقلت وسائل الإعلام خبر وفاة وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين راضي مساء أمس الاثنين 5 يونيو 2023 بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب في إحدى مستشفيات مدينة نصر. ومن المقرر تشييع جنازته عصر اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس لتنتهي مسيرة عطاء لرائد من رواد جراحة العظام بمصر والشرق الأوسط في تخصص تغيير المفاصل ووزير الصحة الأسبق من عام 2015 لعام 2018. تولى منصبه في فترة تغيرات وزارية قبل تولي الوزير هالة زايد المنصب من بعده حتى أواخر عام 2021 لتصل الحكم الوزارية للدكتور الحالي خالد عبد الغفار. والمفاجأة التي أعلنتها مصادر مطلعة أن سبب الوفاة هو خطأ طبي وليس أزمة قلبية. تعالوا نعرف تفاصيل الوفاة وإزاي وزير صحة يواجه خطأ طبي في مستشفى خاصة. الحكاية بدأت لما تعرض الدكتور أحمد عماد الدين لأزمة قلبية مفاجئة، اتنقل بعدها فورا لمستشفى في مدينة نصر واللي قرر الأطباء دخوله جراحة مستعجلة لتغيير قسطرة شريان القلب، وكان على رأس الاستاف المعالج الدكتور المصري نون فه. والمفروض ان دي عملية سهلة ومعتادة لأستاذ جراحة القلب بالرغم من دقتها، بس اللي حصل للأسف خطأ طبي من الدكتور نون فه وهو اللي تسبب في وفاة الدكتور أحمد على الفور. وبعد انتشر خبر الوفاة على تويتر تحت هاشتاج وزير الصحة الأسبق، علق المغردين على المنصة بدعوات الرحمة والمغفرة والاندهاش واللوم من ملف الخطأ الطبي المسكوت عنه في مصر. وقال أحد المغردين تعليق: وزير الصحة يموت بخطأ طبي، صحيح باب النجار مخلع. واللي علق وقال: لما يحصل كده مع وزير الصحة أمال إحنا هيحصل فينا إيه؟ واللي قالت: الله يرحمه، ما هو لو كان وقت ما كان في السلطة وفر مستشفيات تصلح للعلاج ما كانش الخطأ الطبي طاله، بس دي نتيجة إهمال لحالات كتير كانت تستحق العلاج وأهملت. وتغريدة تانية اتكتب فيها: الله يرحمه. هو الغريب في الموضوع إن ده أول وزير صحة يتعالج في مصر أصلا، هو ما سمعش عن حاتم الجبلي كان بيتعالج فين؟ وتويتة كتب فيها: وزير صحة وخطأ طبي، لنا الله يا مواطنين بائسين. ومغرد كمان كتب وقال: أتوقع الأطباء كانوا عاوزين زيادة في الرواتب في عهده وهو رفض وانتقموا منه، وإحنا من موقع مصر لا نقول إلا ما يرضي الله، البقاء والدوام لله. شاركونا رأيكم في التعليقات، امتى هيتفتح ملف الخطأ الطبي في مصر ونشوف مين اللي هيتحاسب.